فصل الربيع من أجمل فصول السنة، فيه تنمو الورود وتزهر الأشجار وتكتسي الأرض بالغطاء الأخضر، تتكاثر فيه الطيور وتحلق فيه الفراشات، ويخلع الناس الملابس الثقيلة ويرتدون الملابس الخفيفة ويخططون القيام بالرحلات، ويكون الجو فيه معتدل والهواء لطيف بوجود أشعة الشمس الدافئة. بعد انتهاء فصل الشتاء أتى فصل الصيف، وخلع الأولاد الملابس الثقيلة ولبس الملابس اللطيفة والخفيفة، وبعد ذلك ذهبوا إلى البحر لكي يسبحوا ويتنزهوا على الشاطئ ويتناولون البوضة والمثلجات. قرروا الذهاب إلى الجبال العالية والاستمتاع بالمناظر الجميلة والهواء النقي. وفي قاعة العرس غنت النساء ورقصت على الأغاني الشعبية. وفي المساء ذهبوا لإحياء عرس في القرية ومشاهدة الشباب وهم يعقدون حلقات الدبكة الشعبية. When we ask people about autumn, they often seem to be sad. Autumn is very sad. Please don't talk to me about it. In the autumn, we harvest our olive tree. It is a lot of work, but our neighbors come to help us. We give a bottle of the fresh olive oil to everybody. The olive harvest makes everybody very happy. في يوم من أيام الشتاء استيقظ محمد من النوم وكانت السماء تمطر، فذهب محمد ولبس ملابسه الصوفية وذهب إلى الخارج، وعند مروره في الشارع جاءت رياح شديدة أدت إلى تكسير شمسيته، وعندما نظر إلى السماء رأى البرق يلمع ففزع منه وهرب بعيدا، وتعرض للبرد الشديد من شدة الرياح والأمطار. وعندما وصل البيت رأته أمه وقد كان مبلل تماما من شدة الأمطار.